أم عبد الله من الصومال، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليك السلام. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا. يا شيخ ممكن سؤال؟ نعم. إذا أدعي بعد الصلاة بالتليفون، يعني بعد التليفون؟ إي عادي، شو المشكلة؟ شو المشكلة هو؟ ما أحفظ أدعية، أقرأها من الجهاز، شو المشكلة؟ أنت تحفظين القرآن؟ أي كاملا؟ لا. زين، وأردتي تقرأي سورة من القرآن ما حفظيتها وقرأتي على الآيفون، جائز ولا غير جائز؟ جائز. نفس الشيء، دعاء ما أحفظه، أذكار الصباح والمساء ما أحفظها، أريد على الموبايل. يعني بعد الصلاة، بعد ما أصلي وأدعي أطلب الدعاء. عادي، مو مشكلة، أذكار الصباح والمساء على الآيفون، اللهم يا رب يا رب يا رب توفقني، يا رب تسعدني، يا رب كذا، شو المشكلة؟ جزاك الله خير يا شيخ. آمين، الله يسعدك ويرضى عنك ويوفقك. نعم.